دكتور، شنو مفهوم الإيجابية؟ أكثر كلمة يساء فهمها في زمننا الحاضر هي الإيجابية. لو تسمحي لي جبت أداة توضيحية وياي. الإيجابية هي ليست الإدعاء بما ليس فيك أو بما ليس عندك. يعني مثلاً جتني هاي الحية الوحدة من المحاضرات قالت لي دكتور أنا ما عندي رجلين مثل باقي الحيوانات، فشون راح أسير وأمشي في الحياة ما عندي رجلين. فالإيجابية مو معناها أنه أقولها لهاي الحية تخيلي أنه أنت عندك رجلين، يعني ادعي أنه أنت عندك رجلين وقولي أنا عندي رجلين فراح أمشي. فالكلام غير منطقي. الإيجابية هي أن تسير في الحياة حسب الإمكانيات اللي عندك، وبالرغم من أنه بعض الإمكانيات اللي ما عندك. يعني الإمكانيات اللي عندها أنه بطريقة يعني الالتواء جسمها فتمشي بطريقة معينة وتعتبر من الكائنات السريعة بسبب جسدها بدون رجلين، ما تحتاج رجلين، بل هي أسرع من بعض الكائنات اللي عندها رجلين، أو وتسير في الحياة بالرغم من عدم وجود بعض الإمكانيات أنه هي ما عندها رجلين. هذه هي الإيجابية. فبالتالي ممكن يعني تجي الحية سنيك جونيور تجي على أبوها بابا ما عندي رجلين ما أمشي، لي أنا ما عندي رجلين فأنا ما أمشي، لذلك ما أريد أمشي، راح أظل قاعدة في مكاني، أنا ما عندي رجلين، أنا والدة في العراق، أنا موجود في العراق ما عندي رجلين، ما عندي الإمكان، شلون راح أنجح، شلون راح أسير في الحياة، أنا ما عندي رأس مال، أنا حالتي المادية ضعيفة ما عندي رجلين، أنا ما عندي شهادة، أنا ما عندي خبرة، أنا كذا ما عندي رجلين فراح أبقى موجود في مكاني. الإيجابية هي أن تسير في حياتك بالإمكانيات وبما فيك أنت، وليس أن تدعي أمور ليست فيك وما موجودة فيك نهائية. فبالتالي أنت بيش مميزة، أنت شنو اللي تعرف تسوي، بيش شاطر، شنو اللي ممكن تتعلمه، شنو اللي تحس راح تنجح به، حاول أجاهد أكيد راح أعرف أمشي وسريع كلش في الحياة.